يلا حي مشاهدينا من جزيرة بلو ووتر مع زميلي أنس أبو جودة. الله حي. أهلا وسهلا فيك يا محمد. يا مرحبا. اليوم عقار فاخر متابعينا من أحد أفخم العقارات الفلل التاون هاوس اللي على البحر عندك إطلالة وفي جزيرة. نشوفها مع بعض. حياكم الله. يلا. تفضل يا محمد. مثل ما شايفين متابعينا بالتحت عندنا الصالة. أنس خبرنا عن العقار. تاون هاوسز هدول يعني very exclusive اللي موجودين ببلو ووترز محمد. مجموعة مهمة 17 تاون هاوس من بيلدينج 1 إلى بيلدينج 5. الباقي منهم تقريبا 5 أو 6 تاون هاوسز بالتاريخ اليوم يناير 2020. تاريخ اليوم. فحاليا مساحاتهم تتراوح بالمساحة الإجمالية من 6800 قدم لا أقل وأكثر يعني إلى 5800 قدم كمساحة إجمالية. اللاي اوت بتختلف من تاون هاوس لتاون هاوس، ولكن بالمبدا انه الفيو هو واحد، يعني كلهم بنفس الاتجاه وعندهم نفس السي فيو من الصالونات ومن غرف النوم. فيو على البحر واربع غرف كلهم على البحر وكلهم اربع غرف نوم صح. ونفس الحاله دبل هاي سيلينج. دبل هاي سيلينج اغلبهم نعم. ارتفاع غرفه المعيشه متابعينا مثل ما هو ظاهر امامكم تطلع الصوره. هو غرفة نوم تحت على الجراوند فلور وثلاث غرف نوم فوق. حلو نشوفها مع بعض أنس. تفضل يلا. طبعا كل الغرف ان سويت باثرومز وكل الغرف عليهم نفس الإطلالة على البحر. طبعا مشاهدينا مثل ما قال زميلي أنس ممكن هذه الغرفة إذا ما كنت محتاجها تستخدمها أيضا كمجلس أو مثلا استخدام آخر، وكلهم بحماماتهم غرف ماستر. وقبل نطلع فوق متابعينا في فوق ثلاث غرف هنشوفها مع بعض. في غرفة هنا ممكن تستخدمها كمكتب أو مجلس حسب رغبتك الشخصية. هذه الغرفة يعني مساحتها ممتاز جدا أنها تنعمل مجلس أو مكتب، غرفة ألعاب أو حتى أو مكتب صح. أو حسب رغبة الشخص، حسب رغبة المشتري فعلا. هذا المدخل الرئيسي متابعينا. هذا المدخل الرئيسي أخي محمد، بيجي تدخل من الباركينج. الباركينج موجود فوق اللي هو برايفت باركينج، له ثلاث محلات للتاون هاوس هذا. حتى الفيزيتر باركينج موجود بالمنطقة هاي نفسها. نطلع مشاهدين نشوف مع بعض غرف النوم. حيث ان الماستر متابعينا هي اكبر غرفه مثل ما ذكر زميلي انس. وطبعا حتى عندك مثل ليفينج روم فاميلي روم اريا موجوده هون بالطرفين. طبعا الى شباك على الطرف هذا والطرف هذا علينا فيو للبحر. تفضل. حلوه الضوء الطبيعي داخل من الطرفين يعني. اكيد. هي الماستر بيدروم. طبعا عندك بلتن كلوزيت موجوده، الحمام ماستر باثروم كمان. في شاور وفي بانيو وتويلت. مساحته كبيرة. ما شاء الله مساحة غرفة هذه 100%. وهي الماستر بيدروم. طبعاً كمان في إلى بالكوني بتطل على البحر. هو طبعاً أنس كل الغرف فيها بالكوني. كل الغرف فيهم بالكونيز مزبوط. بالإضافة إنه عندك قاعدة الراس برا موجودة عند المسبح الصغير، كمان ممكن تحط تنعمل كمان جلسة خارجية لل. نأخذ لقطة متابعينا، تأخذون اللقطة معنا تشوف الإطلالة الخارجية. تاون هاوس بالإطلالة هذه وين في أنا صغيرة؟ ما في. للأسف هذه هي المنطقة الوحيدة اللي فيها تاون هاوسز على البحر وجزيرة. بينك وبين البحر يعني تقريبا 20 متر بس. وجزيرة بعد. وجزيرة. وطبعا عندك اوتيل فخم جدا جنبك، على يعني ممكن تمشي له بخلال دقائق. سيزرز بالاس. اللي يدور الاسلوب هذا متابعينا قل ما تحصله في دبي، وفعلا يستحق الزيارة. طبعا الامينيتيز اللي موجوده لسكان الجزيره مثل ما انت بتعرف، المسابح، الجيم، في ملاعب للاطفال،
طبعا في عندك اكسس للاوتيل، ممكن تروح تستعمل في مطاعم بالاوتيل، ممكن في حتى بيتش اكسس طبعا بتاخذ ممبرشيب عليها بالاوتيل. في عندك بسيزرز وعندك كوف بيتش موجود كمان بنفس المنطقه. نشوف الغرفه الثانيه نسمع بعض. تفضل. نفس المبدا كمان، فيها بالكوني بتطل على البحر. شاهدين الأطلالة تتحدث عن نفسها. أنس خبرني عن معالم الجزيرة السياحية وخيار بيوت العطلات، هل ينفع هنا؟ 100% أخي محمد، نظام تأجير العطلات كتير مرغوب بمنطقة جزيرة بلو ووتر، سواء شقق أو حتى الفيلات التاون هاوسز، في رغبة شديدة عليها لأنه هي على إطلالة بحرية وفيها مناطق ترفيهية، فيها مطاعم، فيها محلات تجارية، فيها ممشى، فيها جسر بيوديك على الجي بي آر البيتش كمان. بالإضافة لهيك عندك عين دبي، لا ننسى عين دبي، لأنه عين دبي المفروض يتم افتتاحها خلال سنة 2020، حتكون معلم رئيسي بدبي. طبعا عين دبي مقصد للسياح بعد ما شاء الله، يعني 100% هي اكبر عين بالعالم بعد لندن، فالموقع يعني سياحيا ممتاز ورائع، يعني حتى اللي بدهم يستثمروا بالتاون هاوسز او بالشقق لتأجير العطلات ممتازة، والسكن الشخصي طبعا ممتازة جدا، لانه ما في اي مكان بدبي تاون هاوس جزيرة واكسكلوسيف وفخمة وبنفس الوقت عليها نفس الفيو هذا اللي شايفينه. وخطة الدفع 7 سنوات، وخطة الدفع 7 سنوات هي يعني بصراحة مو موجودة عند أي مطور حاليا، وعرضها محدود جدا يعني لفترة شهر يناير تحديدا. كانت هذه متابعينا تغطيتنا لأحد أرقى فلل التاون هاوس بدبي في جزيرة بلو ووتر مع زميلي أنس. أرقام ظاهرة عندكم في الشاشة متابعينا في الفيديو، ممكن تتواصلوا معنا لزيارة المكتب أو زيارة الفلل المتاحة. مشكور يا أنس. شكراً. الله يحفظك. الله يعطيك العافية.